شوف صارت انفلاسيون كبيره في لي سالير صحيح، ماهيش الترجي اللي بدات، ماهيش الترجي اللي بدات. سي حمدي المدب حاول باش يعني يقوي الفريق ولقى سوق نتاع ملعبيه، ولذلك تبع صحيح اللي توا يعني انفلاسيون قويه برشا، اللي النوادي ما عادش ينجموا يتبعوا، قاعدين يراجعوا في نفسهم توا، قاعدين يراجعوا في لي كونترا باش ترجع حاجه معقوله. اما احنا في الترجي كما كان سليم شيبو وانا وتوا حمدي المدب يعني ما صاروش مشاكل ماديه، يعني سي حمدي يخلص الشهر ويذول الجمعيه الوحيده اللي الملاعبيه يخلصوا في اخر الشهر، ثم بعض الجمعيات اللي يحبوا يصحوا عقود كبار للملاعبيه، لا معروفين اللي عندهم عجز مالي توا فهمتي، يخلصوا شهر كبار ياسر وما نجموش ويحلوا، ومن بعد يبيعوا ملاعبيه والجمهور يحتج ويدخلوا في 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 سيركل يعني ما يقلق.